قضية جديدة نفتحها على أمل الوصول فيها إلى نهاية سعيدة، كما ساعدنا الحظ ووفقنا الله بالوصول إلى نهايات سعيدة في فقرات سابقة. هذه المرة نعود بالماضي إلى فقرات كمان فتحناها في السابق عن الأطفال الذين بيعوا أو تم إعطاؤهم إلى عائلات أجنبية في أوروبا أثناء الحرب عن طريق مؤسسات أو أديرة أو جمعيات أو ما شابه، وهم اليوم يعودون إلى بيروت بحثا عن أهاليهم وبحثا عن أهلهم الحقيقيين. هذه المرة أمامنا فتاتان، الأولى هي أن كريستين بوكان التي قدمت مساء خصيصا للمشاركة في النشر، قدمت من ليون في فرنسا، وأيضا ليلى رومي ليلى رومي أيضا فرنسية ولكن من والدين لبنانيين، جاءت أيضا إلى بيروت بحثا عنهما. معي أيضا الصحفية في جريدة الجمهورية التي عالجت هذا الموضوع مارلان وهبي. مساء الخير مارلان. مساء الخير. ومعي أيضا مؤسس جمعية بدائل التي تتخصص في قضايا مماثلة وإيجاد أو أعطاء المساعدة للحالات المماثلة من أجل إيجاد الأهالي الذين فقدوهم أولادهم أو العكس تماما، وهي زينة علوش. مساء الخير. بدءا نبدأ مع هذا التقرير وبعده نرى ما هي القضية بالفعل وكيف يمكن لنا بمعاونتكم أيضا أن نستطيع أن نجد عائلات أن كريستين وليلى. ليستا بيتيمتين، لكن القدر شاء أن يجعلهما كذلك. ليلى وأن كريستين حالتان منفصلتان بتفاصيل وأهداف متشابهة. فتاتان عاشتا خارج رحاب العائلة، وإن تكن ليلى أوفر حظاً بمعرفتها لوالدتها، بينما أن كريستين لم تنهل من عاطفة الأهل شيئاً. بغصة لا يمكن إلا أن تكون جلية تخبرنا ليلى قصتها. Je suis arrivée au Liban la première fois, c'était en 1983. J'étais avec mon père et ma mère. Donc mon père est libanais du sud du Liban, de Ramadiyé, et ma mère est française. En 1983, il y a eu des problèmes au Liban, donc nous avons dû quitter le sud du Liban et nous sommes rentrés à Paris. Ma mère a voulu divorcer, donc mes parents ont divorcé. Mon père, à cette époque-là, était en prison. Quand il est sorti de prison, il nous a cherchés et nous a retrouvés. Il est arrivé jusqu'à nous et il a dit à ma mère, bien sûr, qu'il voulait nous voir. Et donc, ma mère, bien sûr, n'était pas d'accord. Donc, il y a eu des grands problèmes. Mon père a fait une grande bagarre. Il y a la police qui est venue et mon père a été envoyé en prison. Et depuis ce jour-là, c'est la dernière fois que j'ai vu mon père. J'avais 5 ans, c'est ça, 5 ans. Donc, j'ai grandi en pensant que mon père m'a abandonnée ou qu'il ne m'aime pas. Thank you.
تعيش حياة طبيعية مانحة أطفالها عاطفة حرمت منها بلا ذنب. أما آن كريستين فوصلت إلى لبنان منذ ساعات للبحث عن جذورها. ليلى وآن كريستين عاشتا قسوة الظروف وشغف المعرفة، معرفة من أكون. عسى أن تصلا إلى جواب لطالما انتظرتاه. Les petites filles ont besoin d'un papa. Donc même quand on grandit, on reste toujours une petite fille, on a toujours besoin. Parce que finalement, le premier amour au début d'une fille, c'est son père. Pour moi. طبعاً استمعنا إلى قصة ليلى، ليلى لأنها تعيش في لبنان، هي متزوجة ولديها أطفال تعيش في لبنان، ولكن مشكلة ليلى هي البحث عن الوالد التي لا تعرف عنه شيئاً أبداً وتريد أن تلتقيه مجدداً. أما أنا كريستين بوكان لقد وصلت منذ ساعات قليلة إلى بيروت ولم نستطع أخذ منها تفاصيل أكثر، ولكن سنستمع إليها مباشرة الآن على الهواء. ما هي قصتك آن كريستين؟ أنت هنا لماذا؟ je suis donc venue de France au Liban pour essayer donc de retrouver une trace de ma mère biologique. Je suis née le 2 janvier 1984 à la crèche Saint-Vincent-de-Paul à Ashrafieh. Je m'appelais à l'époque Louise Jamil. ووقتها كنت أدعى لويسا جميل. كانت تحمل والدتي اسما مستعارا. لوريس جميل. هو لوريس جميل. والممرضة التي ولدتني كانت تسمى الأخت ماري فرا، أما الطبيب فلقد نسيت اسمه. لقد وصل أبي بالتبني إلى لبنان عبر وسيط، أتوا عبر الباخرة إلى لبنان ولقد أيضا نسيت اسمه. Votre père est libanais؟ Non, il est français. لا هو فرنسي. Votre mère est libanaise. ووالدتك لبنانية؟ لا أعرف، أعتقد ذلك. لا أعرف صراحة إن كانت لبنانية، لا أملك أي أدلة على ذلك، لا أعرف. كانت تحمل اسما مستعارا وهوية مستعارة. هذا ما قيل. من أخبرك هذا؟ كيف vous a raconté cela؟ Qui t'a raconté ça؟ والدتي التي العائلة التي تعيش العائلة التي تعيشين معها في فرنسا، ماذا قالوا لك تفاصيل أكثر، ومن أين لهم كل تلك التفاصيل؟ T'as pas compris? Est-ce que ça peut aider? انه ما كلنا ما عم نسمع بالاستوديو، يعني ما ممكن تساعدها؟ عم تسمعي؟ انا عم بقدر اسمع شوي لان عم تسمعي عم سمعت السؤال كمان الان. حضرتك سالتها منين اخذت الوثائق ومين خبر المعلومات، صح؟ انه كيف عرفت بهالتفاصيل يعني؟ كومون تو بو سافوار تو سي ديتاي باسكو يعني إليا دي ديتاي كو تي بارون ادوبتي تون راكونتي نو؟ Oui, mais نعم، لكن أعتقد أن هذه التفاصيل ليست صحيحة، فبعض هذه التفاصيل غير منطقية. لكنك تحملين بعض الوثائق؟ نعم. ما هو نوع هذه الوثائق؟ لدي وثائق تتعلق بالتبني وهي موقعة من جانب المحكمتين في لبنان وفرنسا. ولماذا تعتقدين أن هذه الوثائق خاطئة وغير صحيحة؟ لا أعرف، هو مجرد شعور ربما
بالاعتماد على ما قيل لي لقد أتت أمي باسم مستعار وهوية مستعارة لوريس جميل، ولقد استقبلت في هذا المكان وعندما ولدت تبخرت تماما. أما بالنسبة إلى والدي فلا أعرف عنه الكثير، ووالدتي لم ترد أن تخبرني أي شيء عن هذا الموضوع. أنت اليوم هنا من أجل ماذا؟ يعني ماذا تريدين من ظهورك اليوم في هذه الحلقة بالذات؟ Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? أن أتعقب أثر والدتي. أريد أن أتعرف إلى هويتها بالطبع، فلم يكن من السهل أن أكبر بهذه الطريقة، وإن كنت في كنا في عائلة فرنسية، ولكن لم أعرف الكثير عن والدتي الحقيقية. أردت أن أتعرف عليها لكي أشكرها على هذه الهدية. لقد أهدتني إلى أسرة رائعة مدتني بكل الفرح، وأريد كذلك أن أتعرف إليها لكي أشكرها ولكي أيضا أعرف كيف هي، ما هي سماتها، أتحدث إليها. ربما تزوجت مشددا منذ ذاك الحين، كان عمرها 16 أو 17 عاما وقتها، ربما تزوجت أو قتلت خلال الحرب، وإن قتلت ربما وفرت بعض المعلومات لأقرباء لها. بس كيف تستطيعين يعني أن تعطي الوالدة إذا كانت تسمعنا الآن أو تشاهدنا الآن، ممكن تكون الوالدة تشاهدنا الآن، كيف لك أن تعطيها بعض التفاصيل أو يعني الدلائل كي تتعرف عليك، كي تتعرف أنك أنت هذه الإبنة التي سلمتها أو أعطتها أو تركتها في جمعية سان فينسان دو بول؟ Si ta maman t'entend maintenant, tu as besoin de lui donner des indications pour qu'elle sache que c'est elle. أعطيها بعض التفاصيل لتعرف أنك ابنتها تحديدا. يمكنها أن تتصل بقناة الجديد بأسيد توني خليفة. وإن لم تكن ترغب بالقيام بذلك لأسباب شخصية وأتفهم ذلك. يعني انا بس بليز انا ضايع شوي بين الترجمه وبين انه نحكي بالفرنسي ولا انت بترجموا لا لانه ضيعتوا لا بارل ان فرونسي كون لي بارل ان فرونسي او بيان فو فو زالي فير لا ترادكسيون عربي. اوكي بدي منك تعطي اسماء هلا على الهواء ممكن تساعد والدتك اذا كانت عم بتشوفنا انه تعرف انك انت بنتها. يعني اسماء، بعض الاسماء، مين اخذك، مين عطاكي، مين كان المسؤول، بعض الأسماء اللي ممكن تخلي أمك، أنه قد كان عمرك، تخلي أمك إذا كانت عم بتشوفنا أو حدا من عائلتك كان عم بيشوفنا يقدر يعرف أنه هيدا أنت. Tu peux donner des informations par rapport tu avais quel âge lorsque tu étais لقد تم التبني عندما كنت في عمر الشهر ونصف الشهر في منتصف شهر فبراير شباط عام 84. هل أعطيتني بعض الأسماء؟ أسماء حسنا لا أملك صراحة معلومات إضافية. كان هناك فقط اسم الأخت باسول، الأخت باسول، ولقد توفيت. هل من أسماء أخرى؟ لا أعرفهم. لوريس كي لوريس؟ من هي لوريس؟ لوريس كان الاسم المستعار لأمي. اسم المستعار يعني لأمك. وكانت مسيحية من الطائفة المارونية من لبنان. هذا كل ما أعرفه. لويز. لويزات هو الاسم الذي كنت أنا أحمله، الاسم الذي منحتني إياه الأخت باسول فقط للأوراق ولأتمكن من إعداد جواز السفر. يعني اللي بنفهمه أنه اسمها بالأوراق لويز جميل، الاسم الأم بتقول أنه اسم مستعار، ما بعرف قالوا لها عنه لوريس. ما كتب في الوثائق هذا ما كتب في الأوراق وقيل أنه اسم مستعار، وعندما وصلت إلى فرنسا أطلق علي اسم أن كريستين. طيب على كل، هذه الطفلة كان عمرها أسابيع عندما تم وضعها في سان فينسان دو بول بالأشرفية، وضعت عند الأخت كومون سابيل سور باسول.
سير بسول، الأخت بسول باثنين كانون الثاني أي سنة؟ 1984 2 janvier 1984. وأتوجه كذلك بالنداء إلى الشابات اللواتي ساعدنا في عملية الولادة. ربما نعطي بعض المعلومات لأن هذا الموضوع سينطلق الليلة، سننطلق الليلة بالبحث. أولاً إذا تم تسليم يعني مثل ما قلنا ب 1983 ب 2 جانفيي 2 كانون الثاني 1983 ال 84 استلمتها الأخت بسول التي توفيت في العام 2006. يقال إنه إما اسمها لوريس بس تعتقد إنه اسمها مستعار، هي الاسم الذي أطلق عليها لويز جميل. كمان تقول إنه ممكن أن يكون اسم مستعار، مفروض والدتها يكون عمرها بين 40 و50 سنة اليوم إذا لازالت على قيد الحياة. أن كريستين جاي بدها تعرف على إمها، بدها تعرف مين هي إمها أو مين هني أهلها. بعد ما قالوا لها العيلة اللي تبنوها بليون بفرنسا كان عمرها 7 سنين لما بلغوها بهالشي هيدا، انه هي بنت من اصول لبنانيه او جايزي. وبتقول ان كريستين انه هي جاهزه ايضا انها تكتم السر تماما، يعني اذا مدام عم بتشوفينا انت هلا على التلفزيون وبدك يبقى هيدا الشيء سري تماما وما حدا يعرف فيك ابدا انه هي بنتك وانت اللي سلمتيها او حدا سلمها لجمعية سان فانسون دو بول بوقتها، أن مستعدة ونحن كمان مستعدين أنه نلتزم بالسرية التامة المطلقة بهذا الموضوع، ولن نفصح عن هذا الموضوع نهائيا إذا حبيت تتقدمي منا وتعرفي عن نفسك. بالنسبة لليلى، ليلى أيضا هي جاي تبحث عن ولدها اللي ما بتعرف وين هو. بتعرفي بيك اليوم ليلى وين موجود؟ عندك معلومات إذا كان موجود بلبنان بعده على قيد الحياة برات لبنان؟ لا في الواقع لا نعرف، لقد اختفى منذ العام 93، إذن منذ ذاك العام لم نحصل على أي معلومات حوله. آخر أخبار وصلتنا عن والدي كان أنه كان في كولومبيا في العام 93، أنه كان بكولومبيا سنة 1993. كمان سيدي لا أعرف إذا كنت أيضا تشاهدنا، شو اسم والدك؟ ناظم هاني رومية. إذا كان في حدا بيعرف شيء عن ناظم هاني رومية، أي مواليد؟ قد إيه مفروض يكون عمره اليوم؟ ومن أي ضيعة؟ اليوم كان لا يبلغ من العمر 60 عاما وهو من الرمادية في جنوب لبنان. إذن ناظم هاني رومية مفروض اليوم يكون عمره 60 سنة، من منطقة الرمادية بجنوب لبنان. آخر معلومة كانت عنده أنه من كولومبيا. إذا حدا بيعرف كمان أي شيء عن هذا الموضوع راح نحط رقم هلأ على الشاشة، فيكن تتصلوا فينا تبلغونا بكل التفاصيل. ونحن اعتبارا من بكرة بإذن الله راح نبلش نحن كمان اتصالاتنا بكل الجمعيات، بكل يعني أي دلائل أي وثائق قد تقودنا إلى معرفة أهل ليلى وأن كريستين، لأنه هذا الموضوع سيفتح. نعم لحظة عم بيقولوا لي في شيء. نعم ليلى، في حدا اتصل بيقول بأي سنة أنت تجوزتي بلبنان؟ لقد تزوجت في حزيران 2013 هذا العام. فإذا في حزيران 2013 تجوزت سنة بحزيران 2013 بلبنان. في حدا اتصل ممكن يكون عنده أي معلومات. بدي انتقل لك زينة، أنت عندك جمعية تهتم بهذه الحالات وعم بتقولي لي في المئات من اللبنانيين الذين
أرسلوا إلى عائلات أجنبية أثناء الحرب، هن اليوم بصدد أنهم يرجعوا ليتعرفوا على أهليهم. وعن طريق الصدفة اليوم ثائبت أنه أن كريستين كانت عم تتواصل معك على الفيسبوك في هذا الموضوع، وأنت ما كنت عارفة أنه جاي أن كريستين لهون، ولا أن كريستين عارفة أنك أنت جاي لهون. شو هال يعني شو بتقدر تساعدينا من خلال هالجمعية، وشو هدفها هالجمعية؟ الحقيقة البدائل تأسست لأنه صار في مجموعة من الشباب عم يرجعوا يدوروا على أصولهم، وهالشباب جرى للأسف بستخدم كلمة بيعهم خلال فترة الحرب لعائلات أجنبية حظوظة بالتبني ببلدان ما بتنجح، فبيدوروا على أطفال ببلدان أخرى. العدد عم بيزيد، وحضرتك سيستوني صار طالع معك عدد كبير يمكن الأشخاص اللي عم يدوروا على أصولهم. وأنا كوني صار لي تقريبا 25 سنة بشتغل بهالمجال حسيت بهالحاجة، لأنه مش معقولة هالأشخاص يكونوا متركين بس يعني يطلعوا أفرادا على الإعلام يستفردوا، لأنه بيصيروا حالة فردية، بينما هي قضية يمكن على مستوى لبنان بس أنا بلاقيها على مستوى العالم، في 48 مليون طفل بالعالم. كيف تساعديهم؟ يعني هاي الجمعية كيف فيها تساعدهم؟ يعني اليوم انت كجمعيه شو فيك تقدمي مساعده لان كريستين ولليلى بهالموضوع؟ نحن عم نساعد عن جهتين، اول شيء عم نساعد بعمليه البحث لانه في اشخاص قدروا وصلوا، بس هي مش عمليه هينه، يعني قدروا لاقوا الام البيولوجيه، لانه مثل ما قالت لويزا مثل ما حضرتك حكيت المعلومات عم تكون بالوثائق مزوره. للاسف المعلومات موجوده باماكن معروفه وفي تكتم عليها. نحن منساعد بالبحث، وأهم شيء منساعد أنه نعمل وقاية، لأنه نحن عم نحكي عن حالات صارت بس في هلأ بهاللحظات أطفال عم بيصير تخلي عنهم وبيعهم عبر طريق التبني. نعم. وبتأسف أقول أنه في قانون لبناني بيسمح بهالعملية تصير. فكمان هالجمعية هي جمعية مرخصة من وزارة الشؤون تقوم بهالعملية. نحن بدون قانون مدني يرى عملية التبني أو ما يسمى إيداع الأطفال بأسر بديلة. نعم. لح نضل نشوف هيك حالات ويضلوا يدوروا، بتأمل أنهم يوصلوا لنتيجة رغم الصعوبة الكبيرة. سي فوتر بير؟ سي مون بير وي. وي. والدي. سي ناظم. هذا ناظم. بس أنا كان بدي كمان ألفت انتباهك زينة على شغلة، إنه نحن وصلت لنا حالة من فترة، حالة لبنت صغيرة وصلت يعني سلمتها يعني إحدى الجمعيات أو يمكن أحد الأديرة سلمها لإحدى المستشفيات، وهي مطعونة كانت أثناء الحرب اللبنانية، وصلت مطعونة طعنات بالسكين وكان عمرها يمكن شهور أو سنوات قليلة، وهي بتعرف كتير منيح انه مين يعني باي مستشفى جابوها، وبعدين المستشفى سلمتها لجمعيه معينه، وهالجمعيه ودتها يحال اليوم كمان موجوده باليوم بفرنسا. تفاجئنا انه المستشفى لما حاولنا انه نتصل فيها لناخذ تفاصيل انه هي مريضه او مصابه طفله فاتت لعندكم، اعطونا اعملوا معروف ملفها مين هي، مين جاب لكم اياها، كيف استلمتوها ولمين سلمتوها، كان الجواب بكل بساطه نحن ما بنقدر نعطي معلومات مضى عليها اكثر من 10 سنين. ما بعرف اذا القانون بيحميهم، يعني في قانون بيحمي السريه الطبيه، بس السريه الطبيه اذا مش عاطينا للأسف. يعني انا ما لي حق اعرف، يمكن موضوع طبي، بس انتم خدتوها للطفله وسلمتوها لناس، هالطفله بدها تعرف انتم لمين سلمتوها لتقدر تعرف من خلالكم مين أهلها. المستشفى ما عم تتعاون معنا لحد هاي اللحظة، هيدا يعني رح نضطر نكشف عن هاي التفاصيل قريبا. مارلين وهبي، مارلين كمان بدي حييك، ناشطة دائما في العمل الاجتماعي بصحيفة الجمهورية اللبنانية، دائما بنشوفها موجودة إلى جانب يعني صدفناك قبل بموضوع المساجين في سجن الروبية بمواضيع عديدة، واليوم أنت مع حالة من الحالتين، أي حالة كنت عم بتتابعيها؟ بقول لك أنا عم تابع كنت حالة ليلى، يلي بتختلف ليلى. بتختلف شوي هي عن حالة أنا، لأنه ليلى بتعرف وين بيا، يعني نحن بنعرف. نعم. وين بيا لليلى، نحن بس بدنا
تحرك، بدنا نتحرك، بدنا مين يمشي معها تشوف يشوف شو الوثائق كلها اللي وصلت لها بتوديها لبيها اذا نحن كملنا. يعني شغل ليلى يعني من السهل جدا ان نصل الى والد ليلى من انه نصل الى عائله انا، ولكن سنحاول جاهدين انه نقدر نوصل للعائلتين مع بعضهم. انت كيف وصلت لك ليلى مرلان؟ عن طريق صديقة مشتركة. بس معلش أنا بدي أستغل وجودي على المنبر عندك تقول أنه نحن عندك كل التحقيقات اللي بنعملها الاستقصائية يمكن فضلنا نلتجئ ونعتمد هالتحقيقات لأنه هيدول فعلا عم نقدر نوصل لخواتيم سعيدة، بينما كل التحقيقات السابقة يلي عم نعملها إن كان بالسجن رومي مثل ما بتعرف ولا بتحقيقات أخرى مثل قضية المطارين كلها ما كنا عم نوصل لخواتيم، ما قدرنا نتحكم بخواتيمها. بعتقد أنت بمساعدتك بركي بنقدر نوصل لخواتيم سعيدة بهيك تحقيقات، خاصة بفضل هالمجهود اللي عم تعملوه حضرتكم. هلأ بدي أقول شيء بالنسبة لليلى. ليلى فيها شيء حلو أنه في عندها بشخصيتها مزيج من هالرقي وهالإحساس الأوروبي مع العواطف الشرقية اللي بيتميز فيها الإنسان اللبناني. وأحلى شيء أحلى جملة قالتها بليز أنا بفتخر أني كوني لبنانية، يعني هي مبسوطة أن اكتشفت أنها لبنانية وبتعتبر أنه وقت فلفش أكبر دليل على هذا الشيء أنه هني جايين يعني اليوم ما حدا لو مش مهتمين بيقولوا لك أنه نحن عايشين بفرنسا وبأوروبا ايه هي كتير فخوره وخلق. وهي بتقول انا اكتشفت اني لبنانيه بزياده الي، انا حاسه انه هيدا كنز، يعني مقدره روح العائله يلي بتفتقدها بفرنسا. وقالت لي هيدي القضيه نفسها اذا بدي ادور عبيه بفرنسا اذا لقيوه بيروحوا بيسالوه بدك، في وحده عم تقول انه هي بنتك بدك نقلها انه انت موجود، تصور لها درجة قالت لي هيدا يلي ما بلاقيه ابدا بلبنان، بالعكس هون بلاقي تعاطف اكثر، عم لاقي محبه، عم لاقي روح عائله يلي مش ممكن ابدا اني انساها او انه اتخلى عنها. نعم. وخاصه انه النهار اللي وصلت على المطار كان في انتخابات بلديه بالجنوب وكانوا جايبين كل شيء فيه من كل اصقاع العالم تا ينتخبوا لهالبلديه، فتعرفت على عائلتها كلها. كانوا كلهم جايين لساعات لينتخبوا، فتعرفت على كل العائله. هلا بيبقى انه نعمل شويه تحريات مع الاجهزه الامنيه اللبنانيه نحن مع الدوله الكولومبيه يلي بتقول لنا انه نحن قريبا اذا الله راد وبالتعاون مع حضرتك ومع كتار اليوم. هلا كمان وصل لي انه في جمعيه من اللبنانيين الفرنسيين بفرنسا عامله جمعيه لكمان محاوله انه تعرف اللبنانيين الاطفال اللبنانيين اللي تم تسليمهم الى عائلات اجنبيه خلال الحرب الى اهاليهم انه يساعدوهم تيعرفوا اهاليهم. نحن راح نحاول قد ما فينا نوصل. اذا برجع مره جديده بذكر بالنسبه لليلى، ليلى والدها اسمه ناظم هاني روميه. ليلى من منطقة الرمادية بجنوب لبنان قضاء صور. والد ليلى آخر معلومات وصلت عنه أنه كان بكولومبيا سنة 1993 ولم يعد هناك من أي معلومة عن هيدا الموضوع. اللي بيعرف أي شيء عن ناظم هاني رومية رجاء رجاء الاتصال فينا على قناة الجديد اعتبارا من بكرة أو الليلة إذا بدكن، وأعطانا أي تفاصيل، مع انه في اشخاص مهتمين جدا بمعرفه موضوع بيتعلق بزواج ليلى، ما بعرف ليه يعني وشو رح يقدم ويأخر بمعرفه والدها وين، او اذا هو يعني اذا واحد بده يعرف اي سنه تجوزت واي سنه تعرفت على جوزها وين، يعني شو له علاقه هيدا الموضوع بانك تقدر تعرف بي مين لليلى. يعني طبعا في موضوع تاني عم بتفتشوا عليه. بالنسبه لأن كريستين بوكان برجع بعطي المعلومات، أن كريستين بوكان كان عمرها 5 أسابيع تم تسليمها لجمعية سان فانسون دو بول بالأشرفية، استلمتها الأخت ساعديني يا زينة بسول استلمتها الأخت بسول. بتقول أن أنه قالوا لها أنه أمك اسمها لوريس، ولكن منا أكيد أنه هيدا اسمها الحقيقي، مفروض أما يكون عمرها هلأ بين 45 و50 سنة. كمان ذكروا انه هي بالاوراق الثبوتية اللبنانية قبل ما صارت بفرنسا اسمها أن كريستين بوكان، كان اسمها لويزا جميل او ليزا جميل. فكمان اذا حدا بيعرف اي تفاصيل عن هيدا الموضوع
الرجاء الاتصال فينا، ونحن بالتعاون مع زينة ومع مارلين وحتى مع الجمعية اللبنانية الفرنسية اللي موجودة بفرنسا انه نقدر نأمن كل التفاصيل. ميرسي لكم. ما في حتى توقعاتي شو زبط؟ حرام عليكم والله، جمعتين يا ظالمين.